بتحب تتفرج على فيديوهات؟ اشحن اجدع كارت من وي واتفرج براحتك. شايف الولا اللي حالتنا دي خلت ناس كتير تقول لي طيب خلاص اتونسنا بكندا بقى عايزين عمرو. فعقبال ما سيادتك يعني فضت لنا والله لا انت تؤمري انت عارفه اس انت حبيبتي بس عشان بصور اليومين دول المسلسل بتاع طايع وطبعا انا بعمل صعيدي السنه دي فقالوا لي هو الصعيد في ناس عينيهم ملونه انا بصور في الصعيد دلوقتي المسلسل ايوه الناس عينيها ملونه والناس في اللي فاتح وفي اللي غامق وفي في كل حاجه بس احنا عندنا الكليشيه او الحاجات اللي احنا ما بنغيرهاش ان الشكل الصعيدي يبقى لازم يبقى شبه مثلا فلان او الشكل العلاق كده يعني لكن كله موجود هما الصعايده المفروض يكونوا قريبين للفراعنه قوي فيبقوا شكلهم اخناتوني او يعني تل عمرناوي او يعني اللي هم سلسال الفراعنه لسه باين يعني ما تخلطش كتير لكن العينين ملونه دي بقى في احنا بعد انت بتتكلم بعد بقى الاف السنين في تغييرات بتحصل في الجينات كان نفسه والله العظيم انا عندي خواجات في عيلتي بس ما هي مش ملونه احكي لي بقى بتعمل صعيدي ده مش مغامره مغامره كبيره بس الشغلانه دي عايزه دايما مغامره الواحد لو ما غامرش هيفضل محلك سر لازم نغامر ولازم نعمل حاجات مختلفة ولازم نغير ولازم ادور على كاركترز او شخصيات مختلفة وادور على اعمال مختلفة والسنة دي الحقيقة الجماعة كاتبين يعني مسلسل بريفكس لونة. حاجة والله العظيم ال دياب محمد دياب وشين دياب وخالد دياب ده فاميلي عاملين المسلسل كاتبينه بشكل طبعا مكلف جدا انتاجيا وانا عارف المنتجين بيزعلوا مني لما بقول كده لكن هو فعلا فعلا حلو قوي كاتبين افلام يعني كاتبين 30 فيلم سينما الله. مش عاملينه مسلسل بالطريقة التقليدية فده طبعا متعب على جميع المستويات المستوى الإنتاجي ومستوى الإخراجي ومستوى التمثيلي وكل حاجة بس في النهاية هيطلع منتج مختلف كاست إيه؟ إحنا طايع في الأستاذ عمرو عبد الجليل وعامل دور هيكون مفاجأة في حبيبتي وصديقتي العزيزة الممثلة الرائعة صبا مبارك طبعا. واللي خدت من كام يوم كده جائزة أحسن ممثلة في مهرجان مهم في دبلن وفي الأستاذة الكبيرة سهير المرشدي وفي أحمد داش أخويا الصغير وفي أحمد عبد الله محمود عامل دور رائع رائع في محمود حافظ في مي الغيتي في انا خايف انسى حد بس احنا ايه اخراج مين عمرو يا عمرو سلامه عمرو سلامه صح. احنا ثلاثه عمرو في المسلسل عمرو سلامه وعمرو عبد الجليل وعمرو يوسف بالتوفيق يا حبيبي يا رب ان شاء الله